السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك. عندك 60 شنطة واكتر على القناة، موديلات ترينجي وروعة، شرح مفصل للمبتدئين، كورس كامل على القناة لتعليم شغل الشنط للمبتدئين. لو انت مبتدئة انصحك بانك تبتدي بالكورس ده، هتلاقيه عندك في صندوق الوصف. فين صندوق الوصف؟ الكلام اللي تحت الفيديو، في عندك كلمة المزيد هيوصلك لصندوق الوصف. بناتي اللي معايا على القناة ومتابعيني، ياريت بقى نحط ايدينا على اللايك قبل ما نبتدي شغل كده ونسرح كده في الورشة بتاعتنا. ايدينا على اللايك ونحط فضلا وليس امرا طبعا، ونحط بقى تعليق حلو كده منكم، عرفوني بنفسكم، بيسعدني دايما تعليقاتكم الحلوة. واللي ما اشتركش يا بنات في القناة يشترك ويفعل الجرس على زر الكل عشان يوصلوا كل جديد. وياريت تتابعوني على صفحتنا على الفيسبوك عالم هناء للخرز، دي صفحتنا الجديدة اللي بننزل عليها فيديوهات برضو تعليمية وموديلات جديدة، وكل حاجة بأمر الله هتنزل عليها ان شاء الله. نبتدي مع بعض الجزء الثاني من ورشتنا بتاعت الشنطة القمر دي اللي عملناها بالخرز السداسي. كنا وصلنا لغاية الجزء ده كده من غير الصفوف دي، وقلنا هنحضر اتنين. هنزود على الورشة اللي احنا عملناها دي ان احنا هنعمل زي مثلث هنا كده علشان يديها شكل اقيم واحلى. تمام، عدي واحد اتنين تلاتة، وتعالي في الغرزة التالتة من جوه كده وسطني خيطك، وهشتغل غرز رباعية. ادي غرزة هنحط ثلاث خرزات، وبعدين ندخل في اللي جنبها، غرزة تانية، جنب الشغل بتاعنا، ونربط مرتين. معلش الخيط بتاعي رفيع، المفروض نشتغل بستين وانا بشتغل بخمسين. احنا قلنا ايه؟ نشتغل نتصرف، اللي بشغلك كده مش هنوقف شغل بامر الله، بامر الله ربنا يدينا الصحة كده وما نبطلش شغل. قلبنا الشغل بتاعنا، الخيط اللي من بره هحط اتنين عشان اطلع على سطر جديد. ناخد بالنا بقى في الحتة دي، انا هنا عملت تلات غرز، مطلوب مني اعمل ايه؟ اعمل في السطر اللي وراه غرزتين، وبعدين في الاخر خالص غرزة واحدة، يعني هيبقى عندي تنقيص في اخر واحدة. طيب هعملها ازاي عشان اوصل للغرزة على طول؟ ما تشتغليش بقى الاولانية دي، ركزي معايا كده. الخيط اهو اللي من جوه ده دخليه في الخرزة التانية، دخليه في الخرزة التانية. تمام، اللي بشغلك كده والخيط اللي انت دخلتيه في الخرزة التانية هو اللي انت هتشتغلي عليه دلوقتي. هحط ثلاث خرزات مرة واحدة في الخيط اللي من جوه ده، ده طبعا التنقيص اللي احنا اتعلمناه في كورس تعليم شغل الشنط للمبتدئين اللي انت هتلاقيه عندك في صندوق الوصف. هتنزلي بالخيط بتاعك من فوق كده لتحت في الخيط اللي بين الخرستين. تمام، وتشديه تشديه تشديه لغاية ما يبقى للآخر، آخر خرزة عندك هتخشي بالخيط اللي انت شدتيه من تحت كده في الخرزة بتاعتك من تحت لفوق. تمام، وتشدي كده اتكونت عندك الغرزة هي الرباعية. تمام، نقلب بقى شغلنا تاني لان هي دي الغرزة الاخرانية اللي في الصف. قلبنا الشغل تاني، هنشتغل بقى من الخيط اللي ايه؟ اللي بره. هحط الخرزتين بتوعي
بتوع الغرزة. تمام، شد كده جامد عشان الشغل عندي يجمد. انا بقى عايزه اشتغل غرزه هنا وعايزه اطلع على الجنب عشان ابتدي اشتغل السطر اللي انا هعمله في الجنب. فانا هشتغل منين؟ هشتغل من الخيط اللي من جوه، مش هشتغل من اللي بره. يعني اللي بشغلك كده لفيه كده اهو، تمام. الخيط اهو اللي من جوه ده انا هحط عليه ثلاثة عشان عايزة اطلع في الجنب. واحد اتنين تلاتة، واربط. يبقى انا كده زودت مثلث في كل جنب عشان يدي الشنطة بتاعتنا شكل حلو كده وتبقى اخر شياكة بقى اهو. تمام كده حلو. هتجهزي قطعتين زي ما قلنا بنفس الطريقة. تعالوا بقى نعمل الاجناب. انا كده واقفة على الجنب اهو، الخيط بتاعي طالع من الخرزة اللي في الجنب. نشتغل بقى على الجنب غرز رباعية واقفة. واحد اتنين تلاتة، اهو غرز رباعية واقفة. هدخل في خرزة خرزة واحط اتنين اهي. هدخل في الخرزة اللي جنبيها كده تمام، واحط خرزتين اهو. تاني الخرزة اللي جنبها تمام، واحط اتنين. خد بالنا من تجميد الشغل بنات. تمام تاني اللي وراها اهو، خرزة خرزة وهحط خرزتين. تمام كده. هلف بقى لغايه ما اخلص الشنطه كلها. ادخل في خرزه خرزه وحط اتنين وكله يبقى رباعي واقف داير ما يدور لغايه الاخر. نخلصها ونرجع مع بعض. مع بعض يا بنات. انا عملت اهو السطر داير ما يدور في الجنبين، يعني في الوشين بتوع الشنطه، سطر هنا وسطر هنا. في بيعملوها خمسه، في بيعملوها اتنين هنا واتنين هنا وبعدين تتقفل بالخامس. هتعدي معاكي كيلو الا ربع وهتبقى الشنطه تقيله. تمام. وتعرفيني انا بحب الشنط تبقى ايه، يعني اخرها نص كيلو، تزيد 50 جرام بتاع، بس ما تزيدش عن كده عشان ما تبقاش تقيله على اللي ماسكاها. تمام. فانا بعملها تلاتة مش خمسة. تمام. انا حطيت اهو، عملت سطر هنا وعملت سطر هنا. ويلا بينا بقى نشبك الشنطة بتاعتنا الاتنين على بعض. بصوا انا واقفة اهو بالخيط بتاعي. تمام. الخيط اللي من بره ده هو اللي هحط فيه الخرزة. حطيت خرزة اهي، وبعدين هدخل في نفس المكان اللي انتي واقفة عنده، يعني اهي اول غرزة.
حلو كده. وبعدين هحط خرزة. واربط. تشبيك بقى. هشبك الوشين ببعض. شدي كده. عشان تبقى جامدة. هنزل بقى بالخرزة اللي بالطول دي من هنا. وبعدين من هنا. تمام. وبعدين هحط خرزة. هنزل تاني خرزة يمين وخرزة شمال. اهو. ونقفل بخرزة. تاني. هنزل واحدة من هنا بالخيط الطرف التاني الناحية التانية. هنزل واحدة. هنزل خرزة يعني واحط خرزة. اهي. تمام. مرة كمان. واحدة من هنا. واحدة من هنا. وحط خرز. همشي بنفس الطريقة من الاول للاخر. هنزل في خرزة من هنا وخرزة من هنا. وحط خرزة. واربط واشد كده ايه شغلي عشان يبقى جامد. هنلف لغاية اخر الشنطة. تمام. يلا هكمل ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام. احنا كده قفلنا الاجناب كلها. اهو الجنب داير ما يدور اهو. كله خلص. اللهم بارك. بصوا بقى المفروض ان احنا هنعمل حركة كده عشان ندي الشنطة شكل كده وشياكة. انا عندي الجنب من فوق مقفول على 3 خرزات. ادخلي في الثلاث خرزات اهو. تمام. طبعا ده سداسي. ممكن تكسري كده اهي. تكسري الايه الغرز كده لجوه. تمام. هحط خرزة. دومي بقى كده عشان تدومي الجنب بتاعك اهو. عملت كده غرزة. تمام. هنزل بقى الخرزة اللي في الجنب دي. واحدة كده من هنا. وهنزل في التانية الناحية التانية. تمام. نضم بقى كده شغلنا عشان يطلع معانا ايه مظبوط. تمام. اللي جايه دي برضو هتعدل الدنيا. دي هحط واحده. وربطي بقى الربطتين الحلوين بتوعنا عشان نضم الجنب بتاعنا اهو. شايفين؟ شدي كده جامد عشان اللي فوق كمان تتشد معاكي. تمام. اهو ربطة كمان اهو. دخلي بقى الربطة في النص.
عشان تمسك معاكي الغرزة. تمام، لسه في غرزة كمان، بس انا بعمل كده عشان الدنيا تبقى ايه متينة معايا. هنزل تاني اهي من هنا واحدة، وانزل برضو من هنا واحدة. خدي تعوج معايا اهو. تمام، هحط واحدة برضو، وربطي برضو ايه الربطتين الحلوين بتوعك، ربطتين تلاتة السداسي، الفتحة بتاعته بتبقى كبيرة مش صغيرة اهي. ادي ربطة اتنين وادي التالتة. اهو تمام، بصي اعدلي كده، دخلي كده لجوه اعدلي. تمام، انا هطلع الخيط بقى بتاعي فوق واربطه تاني مرة اتنين زي ما انا عايزة. تمام، واقص الخيط ونرجع نشوف هنعمل اليد بتاعتنا ازاي، او شايفين الاجناب بقت عاملة ازاي. ادي شكل الشنطة، هنطلع بقى باليد بتاعتنا. تمام، توهت بقى الخيط بتاعي، تعالوا بقى نعمل اليد بتاعتنا على الاربع خرزات دول، اليد المبرومة بتاعتنا. هحط ثلاث خرزات اهو، وبعدين هدخل في الخرزة اللي جنبيها اللي هي بالعرض دي، بسم الله. هحط اتنين اللي وراها، اتنين، اخر خرزة. هدخل فيها كده، بعدين اطلع على الخرزة دي، واحط خرزة وهنشتغل على الاربع خرزات ونعمل المقاس اللي احنا عايزينه. تمام، هعملكوا سطر كمان وبعدين هكمل. تلاتة، مين اللي نسيت بقى تحط اللايك لغاية دلوقتي؟ يلا يا قلبي، فضلا وليس امرا كده دعميني بلايك، تعليق كده حلو منك اهو. حط اتنين وبعدين اللي جنبها،
هحط اتنين. واخر غرزة هنا هحط واحدة. هدخل فيها واطلع كده. واحط خرز. هكمل بقى المقاس اللي انا عايزاه. نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. رجعنا متين يا بنات. انا عملت 14 سطر وهقفل بالسطر ال 15. خرزة كده من برا. الخيط اهو. بعدين نشوف دي فين. دي اللي هي الخرزة دي. دي اللي قصادها. ونحط خرزة. شد كده عشان نربط مرتين. هنلف بقى ندخل في الخريطة اللي عليها الدور من فوق ومن تحت. نحط خرزة. ندخل في اللي عليها الدور. تالت واحدة اهي. نحط خرزة. الأخرانية زي ما احنا متعودين بتبقى متكونة. بس بندخل فيها علشان نلف ونربطها. نلف فيها. نقابل الخيطين ببعض. هنربط. ندخل العود ده جوه الخرزة. يلا نطلع بقى على فوق نمتن اليد بتاعتنا. هنقابل الخيط ببعض وبرده نربط. هنلف بقى بالخيط ونربطه ونقص الخيط بتاعنا ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده تمام توهنا الخيط بتاعنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل القلاب بتاع الشنطه اللي هو هنقفل بيه القفل.
هنعد بقى بالسطر اللي هو العدل ده من اول هنا اللي هي تحت اول غرزة احنا عاملينها، واحد اتنين تلاتة، دي الاولانية اللي تحتها، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، الناحية التانية برضو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر، السطر كله خمستاشر. يبقى انا هعد سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى التامنة دي هي اللي انا هشتغل عليها القلاب بتاع الشنطة، تامن واحدة. هشتغل غرز بالطول كده، اتنين في طرف، واحدة في الطرف التاني، هكرر الكلام ده تاني، اتنين في طرف، واحدة في الطرف التاني، وادخل والف مرتين برضو. اتنين في طرف، واحدة في الطرف التاني، هفضل اعمل كده لغاية ما اعرف الطول اللي انا عايزاه، هكمل واقول لكم الطول اللي انا عايزاه قد ايه. يلا مع بعض بقى. بص انا عملت كام واحدة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، دول ستة تمام. انا غيرت الشنكل بواحد اوسع علشان الغرزة تدخل تمام. اهي هدخل بقى القطعة بتاعتي كده، خلاص واتني اهي، شايفين تنيتها كده، بعدين هقفلها، هحط خرزة يا رب اهو، خرزة اهي، وهدخل في اللي قصادها، الخرزة اللي قصادها دي، تمام، وبعدين هحط خرزة من الناحية الثانية واربط. طبعا هتوه الخيط واربط في الحزام بتاع القلاب ده، خلاص
طب الناحية التانية في النص. هجمدها بقى والف واربط تاني الناحية اللي قصادها في نفس الغرزة. يعني اهي انت هتيجي اهي الغرزة اللي انت هتعملي اللي انت عملتي فيها الناحية التانية اهي، تمام؟ تحت بقى انزلي لغاية تحت في نفس الخرزة، هتشتغلي تلاتة برضو بالطول كده، تلات غرز بالطول، وهتيجي هتحطي القطعة بتاعتك دي اهي، هتوقفي واحدة غرزة اهي واقفة والاتنين نايمين، تمام؟ غرزة واقفة والاتنين نايمين، وهتوصلي بالخرزة اللي قصاد تاني غرزة. وهحط واحدة برضو واربط. وبرضو هحتوي الخيط بتاعي وادخل العقدة واربط كذا مرة عشان اجمد. تمام، نتوه الخيط بتاعنا ونرجع نشوفها بعد ما اتشطبت. توهنا اهو الخيط بتاعنا فوق وتحت خلاص، وادي القطعتين بتوعنا. نقفل شنطتنا بقى. هما بارك الشنطة طلعة تحفة حلوة قوي، خدت النص كيلو كده ما زودناش حاجة. تمام، اتمنى بقى الورشة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تبخلوش بقى عليا باللايك وبالتعليق الحلو منكم، ما اشتركش في القناة يا بنات يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.